السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نبدأ في شرح وحلول دروس الكتاب المدرسي لغة إنجليزية للسنة الثالثة متوسط. إذا ما عليكم غير تبعوا معايا وتحلوا الكتاب معايا في الصفحة الأولى الخاصة بالوحدة الأولى في الكتاب. نبدأ مع بعض على بركة الله. بسم الله. هنا بالنسبة للتلاميذ الغير مشتركين في القناة ما عليكم غير تشتركوا وتفعلوا الجرس حتى تصلكم الدروس بالتسلسل. إذا هنا عندنا سيكونس اللي هي الوحدة. سيكونس 1 اللي هي الوحدة الأولى عنوانها مي أنا. ماي أبيليتيز إمكانياتي. ماي إنترستس إهتماماتي. أند ماي بيرسوناليتي وشخصيتي. إذا عنوان الوحدة الأولى هو إمكانياتي إهتماماتي وشخصيتي. عندنا هنا yes I can، نعم أستطيع. إذا هذا العنوان نتاع الوحدة الأولى. تحلوا معي الكتاب ونروحوا للصفحة 11 12 و13. هذو هما اللي رايح نديرهم لكم في هذا الفيديو. اذا تاسك 1 عندنا I listen and do. I listen معناتها رايحين تستمعوا الى نص في القسم مع الاستاذ نتاعكم، راح يدير لكم نص مسموع تسمعوه وتحلوا التمارين الخاصه بالنص المسموع. النص المسموع انا هنا غير متوفر عندي، ولكن في القسم رايحين تسمعوه مع الأستاذ وتخدموا عليه. I listen to each definition، رايحين تستمعوا لكل تعريف. And circle the right word. The first one is given. إذا قال لك رايحين تسمعوا لكل تعريف، رايحين يعرفوا لكم بالتعريف نتاع سودوكو، مانجا، كاريوكي اند اناين. نتوما تشوفوا هذا التعريف على واش راهو يهدر من خلال الاستماع نتاعكم، تعرفوا التعريف الاي ولا الاول على واش راهو يهدر. اذا التعريف الاول اللي رايحين تسمعوه في القسم راهو يهدر على مانجا. مانجا اللي هي القصص المصوره. الاستماع الثاني رايحين تسمعوه رايح يكون حول ذا اناين. اناين اللي هي الرسوم المتحركه. التعريف الثالث راح يكون حول سودوكو. سودوكو اللي هي هذه اللعبة الخاصة بالذكاء. والتعريف الأخير راح يكون عبارة عن تعريف حول كاريوكي. كاريوكي اللي هو الصندوق الموسيقي ولا اللي يجتمع فيه شخصين يسمعوا لأغنية أو أنشودة ويعاودوا يغنيوا معاها ولا ينشدوا معاها. إذا التعريف الأول حول مانجا، التعريف الثاني حول أنايم، والثالث اللي رايحين تسمعوا له حول سودوكو، والأخير حول كاريوكي. إذا هذو التمرين الأول رايحين تحوطوا فقط، أوكي، تحوطوا الإجابة الصحيحة من خلال التعريفات اللي رايحين تسمعوا لهم. Task 2 I listen again and match each definition with the right picture in task 1. رايحين تعاودوا تسمعوا للتعريفات من خلال التعريفات اللي درناهم في الاول. عندنا اربع صور مسؤوله حول كل تعريف. الصوره الاولى اللي هي مانجا، او عفوا الخيار الاول اللي هو مانجا اللي قلنا باللي هو قصص المصوره. اذا نربطوا كلمه مانجا بالصوره الثانيه اللي هي عباره عن صوره للقصص المصوره. التعريف الثاني اللي هو انايم. انايم تربطوه بالصورة الثالثة اللي هي الرسوم المتحركة. صورة عبارة عن الرسوم المتحركة. التعريف الثالث اللي هو سودوكو نربطوه مع الصورة الرابعة اللي هي هاته اللعبة سودوكو. والتعريف الأخير اللي هو كاريوكي نربطوه بالصورة الأولى التي تعبر عن كاريوكي. إذا هذا هو التاسك 1 الأول، خدمنا التعريفات، حوطنا التعريفات، والتمرين الثاني ربطنا كل تعريف بالصورة المناسبة له. نروح الآن للتمرين الثالث.
قبل الرابع التمرين الثالث I work with my partner رايح تخدم انت وزميلك We compare our answers رايحين تقارنوا الإجابة نتاعكم في التمرين الأول and correct each other وتصحح زميلك وزميلك يصحح لك الأخطاء نتاعك وتتعلموا من الأخطاء نتاع بعضكم Task 4 الآن كملنا من التمرين الأول الثاني والثالث اللي كانوا تابعين للتمرين الأول Task 4 اللي هو التمرين الرابع وش رايح يقول I listen and fill in the profile رايحين تستمعوا أيضا إلى نص ولا إلى شخص يعرف بروحه هذا الشخص اسمه إنزو First name نتاعو هو إنزو وش رايحين تعمروا رايحين تعمروا البروفايل البروفايل وشنو هو هو البطاقة الخاصة بالشخص البطاقة التعريفية الخاصة بالشخص فيها معلومات خاصة بشخص ما هذا البطاقة أو هذا البروفايل له أمامنا خاص بإنزو بعد ما تستمعوا إلى إنزو يعرف بنفسه رايحين نديروا surname نتاعو اللي هو اللقب نتاعو age, nationality, hometown, country و interests إذن first name هو إنزو surname اللي هو اللقب نتاعو ياشيموتو ياشيموتو age سنه 13 years عمره 13 سنة nationality الجنسية نتاعو هي Japanese هنا Japanese فقط اعتذر خطأ هنا A not E Japanese و hometown الوطن نتاعو المنطقة اللي يسكن فيها هي Tokyo والبلد نتاعو country هو Japan إذا درنا اسمه لقبه سنه جنسيته وين يسكن والوطن نتاعو interests هذا الشخص اللي هو إنزو وش يحب اهتمامات نتاعو interests هي الاهتمامات نتاعو رايح يذكرها راح يقول لنا بواش يهتم اذا يهتم بمانجاز انايم كاريوكي فيديو جيمز بوكس اباوت وايلد انيمالز يحب قراءة الكتب حول الحيوانات المتوحشة اذا هذا هو البروفايل تسمعوا وتعمروا انا هنا الهدف نتاعي انني نمد الحل لانه التلميذ نحبه يكون فاهم الدرس وكي يروح للقسم يزيد يفهم اكثر واكثر وما يعاودش يرجع لهذا الدرس نهائيا Task 5 I listen again and compare my answers with my partner my partner's answer ولا with my partner's answers yes اذا بعد ما تكملوا الحل تعاودوا تستمعوا مره اخرى وتسمع انت وزميلك تاخذوا الدفاتر نتاع بعضكم البعض وتصحوا لبعضكم البعض ننتقل الان الى الصفحه المواليه اللي هي الصفحه 12 نعم 12 ايضا راح تكون فيها استماع I listen to the interview and take the answer that suits me best عندنا انترفيو اللي هو حوار حوار بين شخصين عندنا الانترفيور اللي هو الشخص اللي يطرح في السؤال وعندنا مي اللي هو انت اللي رايح تجاوب اللي رايح تمد عفوا الاجابه الصحيحه عندكم هنا خيارات انتم تخيروا الاجابه الصحيحه التي تناسبكم انتم كاشخاص اوكي هنا رايحين تسمعوا السؤال وتجاوبوا من خلال الخيارات الجواب اللي يخرج عليكم انتم رايحين تمدوا هنا الإجابة اللي تخرج عليكم أنتم مش راكم رايحين تسمعوا إلى الجواب وتخيروا الجواب لا لا أوكي أنتم رايحين تسمعوا فقط السؤال إذا عدنا السؤال الأول تعمروا الأسئلة هنا كي تسمعوا تعمروا السؤال بعد ما تسمعوا أسئلة ما كانش أنتم اللي تكتبوهم السؤال الأول كان What do you like reading? What Do you like reading? السؤال كان هو ماذا تحب أن تقرأ؟ أنت كتلميذ ماذا تحب أن تقرأ؟ عندكم هنا عدة خيارات أوكي خيروا وش تحبوا عندكم مانجاز عندكم other comic strips books about history books about science books about animals كتب حول التاريخ كتب حول العلوم
وكتب حول الحيوانات، ولا خيارات اخرى تكتبوا other وتكتبوا واش تحبوا تقراو، وشنو هي الحاجات اللي تحبوا تقراوها. اذا عندكم magazines اللي هما المجلات، newspapers اللي هما الجرائد وغيرها. هنا تخيل الخيار اللي يخرج عليك نتايا. انا هنا درت هنا other comic strips درت books about history كجواب، كتب حول التاريخ. السؤال الثاني، how often do you read؟ how often معناتها كم من مرة تقرأ؟ هل always at weekends، always in the holidays، always before I sleep، every day، ولا other أوقات أخرى تحب تذكرها أذكرها؟ هل تقرأ دائما في نهاية الأسبوع، دائما في العطل، دائما قبل النوم، أو يوميا، ولا other معناتها كاين أوقات أخرى تقرأ فيها تفضلها أذكرها؟ إذن أنا هنا درت every day. السؤال الثالث، what kind of music do you listen to؟ what kind of music do you like listen to ولا do you listen to؟ تحب تسمع لها ولا تسمع لها؟ أنواع الموسيقى اللي تحب تسمع لها. عندكم هنا عدة خيارات، وعندكم خيارات أخرى تكتبوها أنتم غير مذكورة هنا. classical music الموسيقى الكلاسيكية، Algerian music الموسيقى الجزائرية، rap اللي هو الراب، و I never listen to music، ولا other نعدلو خيارات أخرى غير موجودة هنا. أنا هنا جاوبت ب Algerian music ولا I never listen to music. كل واحد يخير الجواب اللي يناسبه هو فقط. التمرين السؤال الأخير كان what kind of games do you like، what kind of games do you like، نوع الألعاب التي تحبها وتحب لعبها. عندكم هنا عدة خيارات، عدنا chess اللي هو الشطرنج، crosswords الكلمات المتقاطعة، video games ألعاب الفيديو، بيارد ولا سنوكر اللي هو البليارد، other ألعاب أخرى أذكرها غير موجودة هنا، و I never play games اللي هو الخيار، كاين اللي ما يحبوش يلعبوا الألعاب. هنا عندكم حرية الاختيار. أنا هنا درت لكم I like playing video games، أوكي، ولا خيرت video games كيما تحبوا، أوكي. هذا التمرين السادس. نروحوا الآن للتمرين الموالي. احنا كل تمرين يكمل التمرين اللي موراه، وفي بعض الأحيان يكونوا تمارين غير مرتبطة ببعضها. I listen again to the interviewer and write the questions in task 6. هنا بعد ما تعاودوا تستمعوا تكتبوا الأسئلة. هنا أنا جاوبت لكم السؤال هذا 7 في 6 مع بعض، 7 مع التمرين السادس مع بعض. تكتبوا الأسئلة وتخيروا الخيارات اللي تعجبكم. I work with my partner and interview him or her as in the example. هنا رايح تسقسي زميلك ولا انت تسقسي زميلتك مثل هذا المثال، ديروا مثالين ولا اثنين، هذا رايح تخدموه في القسم، تبعوا الأمثلة التالية وتخدموا. I know you like reading، على بالي باللي تحب تقرأ. So what do you read؟ إذن ماذا تقرأ؟ يجاوبك زميلك I read encyclopedias and other books about science and animals. يحب يتصفح في جوجل في موقع خاص بالمعلومات، ويحب قراءة الكتب العلمية والكتب حول الحيوانات. How often do you read؟ How often do you read؟ ولا how often do you read these books؟ إجابك I always read my books ولا I always read before I sleep ولا I always read in the holidays وغيرها. الجواب يكون على حسب الصديق وش من الوقت يقرأ وش من الوقت يحب يقرأ. إذا نفس الأسئلة الموجودة في التمرين السادس ديروها هنايا وتجاوبوا على وتطرحوا الأسئلة بنفس الطريقة. For example, I know you like listening to music. So, what do you listen to? يجاوبك زميلك I listen to كذا وكذا. جاوبوا how often do you listen to ولا how often do you listen
to that music ولا how often do you how often do you listen to your music وغيرها. هنا عدة خيارات ولكن انتما اديو من التمرين السادس وجاوبوا على حسب الأجوبة اللي تخرج عليكم انتما. Task 8 كي تكملوا هنا I change roles with my partner and answer his or her questions. معناتها اللي كان يسقسي يولي هو اللي يجاوب واللي كان يجاوب يولي هو اللي يدير الأسئلة. إذا نروحوا الآن للصفحة الموالية اللي هي الصفحة 13. عندكم أيضا هنا الاستماع تسمعوا وتجاوبوا. عفوا. I listened to the BBC radio interview. كاين هنا حوار في راديو البي بي سي. بي بي سي هي قناة إخبارية وعندها الراديو الإخباري تاعها أيضا. And fill in the first part of each teenager's profile. عندنا هنا حوار راح يكون مع شخصين مراهقين، زوج ولاد مراهقين، عندنا طفلة وطفل. عندنا البروفايل نتاعهم اللي يحتوي على البيرسونال انفورميشن اللي هي المعلومات الشخصية نتاع كل واحد فيهم. نتوما رايحين تستمعوا ليهم يحكيوا على رواحهم ويمدولنا في المعلومات الخاصة بهم وتعمروا هذا البروفايل. إذا الشخصية الأولى اللي هو his first name is آدمو. آدمو last name ولا surname اللي هو فافانا. nationality تاعو هو Nigerian من النيجر. الكونتري تاعو هو نيجر. الage 13 عمره 13 سنة. sex اللي هو male إذا كان ذكر نكتبو M for male ذكر، إذا كانت أنثى نكتبو F for female. إذا من النيجر هاي لكم نيجر. إذا هذا الشخص هو آدمو. الشخص الثاني اللي هي فتاة، أوكي اللي هي فتاة، وش اسمها هات الفتاة اللي هي ماريا، اسمها ماريا. last name هو بيرديتو. nationality نتاعها from هي باريفيان. باريفيان اللي هي الجنسية من البيرو، الجنسية البيرونية باريفيان. country اللي هو بيرو P-E-R-U. age عمرها 14 14 سنة. و sex اللي هي F for female فتاة أو مؤنث نقولو F. إذا البيرو هاي ليكم حطوا لكم الخريطة نتاع البيرو وأين تقع. بعد ما تعمروا هذا البروفايل تعاودوا تستمعوا مرة أخرى وتصحوا الأجوبة نتاعكم، ثم التمرين 12 رايح تخدم أنت وزميلك وتناقشوا الأجوبة نتاعكم وتصحوا لبعضكم البعض. إذا هذا هو الشرح والحل نتاع الصفحة 11 12 و13 من كتاب اللغة الإنجليزية للسنة الثالثة متوسط. نتمنى إن شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم. نتلاقاو في فيديوهات قادمة ودروس قادمة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه وفي أمان الله.